عون يؤكد أن الوضع الأمني في أنحاء لبنان مستقر نسبيا. اليونان تدعو إلى المزيد من التضامن الأوروبي في التعامل مع الاستفزازات التركية. واشنطن تؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي لليمن في إيجاد حل سياسي للصراع. عصرا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الوضع الأمني في عموم لبنان مستقر نسبيا بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد، وأبدى عون حرصه على حق المتظاهرين في التعبير السلمي والحر عن آرائهم، مشددا على عدم السماح بأي تخريب للممتلكات العامة والخاصة. وأضاف عون أن لبنان حاليا بصدد معالجة الأوضاع الراهنة، لافتا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي ستتخذ ستكون قاسية. بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون الجوانب المتعلقة بالعملية السياسية في سوريا. هذا وشدد الجانبان على أهمية تقديم كل الدعم لتحقيق التقدم المنشود ولإنجاح هذه العملية. كما أكد الجانبان أيضا على أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون أي تدخل خارجي من أي جهة كانت. أمهل الرئيس العراقي برهم صالح الكتل السياسية حتى مساء الجمعة بشأن مرشح لرئاسة الوزراء. هذا وأضاف صالح أنه سيقوم بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع في حال انتهاء المهلة. من ناحية أخرى أكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط أن الشروط الجديدة والتي فرضتها قوى سياسية لاختيار رئيس الوزراء تهدف لإبقاء عادل عبد المهدي بمنصبه، لافتا إلى أن هناك جهات مستفيدة من وضع البلاد الحالي. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنه لا توجد نية لإنهاء عملها ولا لتسليم مهامها لأي جهة. وشددت الوكالة على أن مدارس الوكالة وعياداتها وخدماتها الحيوية مستمرة، وأن الدعوة لإنهاء عملها قبل معالجة جذور القضية الفلسطينية يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين. هذا وجددت الوكالة التأكيد أن خدمات الأونروا في شرق القدس والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وغزة مستمرة حتى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس إلى المزيد من التضامن الأوروبي في التعامل مع الاستفزازات التركية ضد السيادة اليونانية وأزمة الهجرة. هذا وقال رئيس الوزراء اليوناني أن تحركات تركيا مؤخرا للمطالبة بأجزاء كبيرة من شرق البحر المتوسط باعتبارها أراضيها البحرية، بما في ذلك اتفاقية الحدود البحرية بين أنقرة والسراج، كانت استفزازا صارخا تجاه أوروبا. هذا كما اتهمت تركيا بعدم احترام اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفقات الهجرة في بحر إيجا، كما دعا أيضا إلى تقاسم أكثر عدلا لعبء المهاجرين في أوروبا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث في إيجاد حل سياسي للصراع. هذا وأكدت واشنطن أنه يجب على الأطراف في اليمن ممارسة ضبط النفس والعودة إلى وقف التصعيد حتى يتمكن المضي قدما في العملية السياسية.
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا بلغ 4 أفراد من عائلة صينية واحدة، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة وتم احتوائهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا. هذا وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية كافة تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام. نهاية الموجز، مزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري actionnews.tv. إلى اللقاء.